السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم بالجنة يا رب العالمين، موانا ومواكم، أهلا وسهلا فيكم حبايب قلب. قبل أن نبدأ المقطع يا جماعة الخير لا تنسون اللايك والاشتراك، أهم شيء اشتراك جماعة الخير، نمنا بالثلاثمية ألف، الله يرضى عليكم، اشترك الله يوفقك يا رب ويخليك يعني الأول بالفصل يا رب. شاهد موضوع جماعة الخير، صدى صح؟ الحالي بالمقر، العيال سافروا فلوني، صار لهم الحين أربع أيام مسافرين، وباقي بيرجعوا بعد أسبوع، يعني أنا والله العظيم طقت روحي الحالي. قسم بالله أنا ما أدري شو أسوي، لكن جاء الوقت اللي أنتقم فيه والله العظيم. متى ما سافرت وخليتوني أخليكم تندمون واحد واحد. هذا الدولاب خاص بالمتجر، الرجاء عدم فتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الخير هدية مني، بما أنهم راحوا خلوني المتجر عندي أنا اللي ماسكه الآن. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس تيشيرتات، والله العظيم ما اكذب عليكم، خمس تيشيرتات مني هدية لكم، وبسوي عليها سحب. وين؟ بتويتر، هذا حسابي بتويتر، ضيفوني الان تحصلون التغريدة مثبتة، بس اشترك عندي او سوي تابعني بتويتر وسوي لي تويت بس، واذا انت بالرياض انا بنفسي بوصل لك التيشيرت. هذا من عندي، هذا واحد، امشي معي. تروحون تخلوني اجل ها؟ بسم الله. خلوني وانا ولد مشوار ها؟ والله ما اخليكم، والله لا اخذ الدروع كلها ولا اخلي لكم ولا شيء. ايه هذا ركان ها؟ هذه غرفة ركان. ناخذ المنشفة هذه لأني أنا بتروش بعد شوي. ما عندي إضاءة، ما عندي إضاءة. والله لا أوريك. خليني يا ركان يا أبو عيون ضيقة. في فكرة حلوة. يا رب يا كريم إن ما إن إن مخلي تويتر فاتح هنا يا رب. توقع عندي ندخل؟ لا لا صعبة يا رايد. يس. بسم الله. بغرد أنت بكراني يا صاح مستانس ركان. تعالني بغل التغريدة، بقول أنا أكتب أنا وجهي سادة، وجهي سادة وعيوني ضيقة، دول في كل دول في نصر. هاي يا ربي بسم الله بغل، تعال يا رب يطلع الكومنتات. تعال تعال تعال، أنا وجهي سادة وعيوني ضيقة كني دول فين. عشان واضح. قررت قررت قررت. أنا آسف ركان، بس ثاني مرة ما تسافر تخليني يا حبيبي، الله يرضى عليك. شوف 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 واحد كاتب جلد الذات. نروح لزياد خلنا ناخذ إضاءة ذي. خلاص اعتمدتها؟ إي والله ناخذها. أوه غرفة التجميع هنا. الدروع هذه، هذه أنا اللي أستاهلها لأني أنا اللي هنا لحالي أشتغل وأنتم رايحين مسافرين جدولون ها؟ هذه إضاءة هنا، هذه هنا. وهذا ليه ما سافر معهم؟ ليه ما سافرت معهم؟ ها؟ ايه الله اكبر يا زياد. طيب كاتشب نعمة حلو، اخذ هذه والله اني اخذها. زياد فتح فتح تويتر، رب الكعبه انه فتح تويتر، كنا يقول رايد غرد. بسم الله. وش نكتب؟ انا بارد وجه، انا بارد وجه ونظارتي كبيره، انا بارد وجه. هاي موثق ها؟ انا علمك. سافر خليني زياد، سافر خليني ها؟ يا ضاكر يا ضاكر انزل. خلنا نحدد رايد. الحمد لله اعترف من نفسه وترى من زمان. اذا كنت تحت التهديد اغمز. طيب سافر وتخليني يا زياد. انا على عرشك انا الان. وش اخذ؟ لازم اخذ اشياء غير العدسه. طيب ناخذ من زياد هذه. سماعتي مره تخلص. سماعتي برضو يعني شوي فيها خلل، فلذلك ناخذ سماعه زياد. خذ المكسر كله. باخذ سماعتي بس. سماعة وعدسة، بطانية. هذا مستودع ها؟ غرفتي العدسة هنا. مش باقي؟ باقي شيء. فاروق هذا ما اللي باتوي نعالجه. اوه في تيشيرتات جديدة بالمتجر يا جماعة الخير. جيف اواي زيادة؟ هذه وهذه برضه جيف اواي. طبعا المتجر تحصلون رابطه بالجروب سر ابسر. طبعا رابط المتجر تحصلونه تحت بالوصف يا اخوان. اذا بغيت تشترون اشتروا بكودي R82، يعني عشان يجيكم خصم يجيكم امور طيبه. هذه برضه من الجيف اواي. وش في بعد؟ فاروق فاروق وينك مجيد؟ انا اوريك هذه وكيس زباله بعد بودره، هذه احتاجها بعد مع المعقم مرطف جو. هيا
تحسبون بس ان المحتوى اداره الله يعطيهم الف عافيه. تحسبوني بخليكم لو رب الكعبه. تعال نشوف ابو نوح اوه عنده شيء حلوه. اوه حقه المتجر دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طول وجهي الحمد لله. بسم الله والله. ما راح اخلي شيء ابدا. الوضع ما ينفع كذا. لا رايد الوضع يبي له كيس. تبدا تجمع والله كيس. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال الشتين هذه جهاز. الله اكبر. اوه كروت شغل. حمل حمل الحمد لله. اداره هذه حلوه. رايد الكمات هذه غالية مرة. غالية صح؟ أقول بس رايد احترمني من الإدارة. الحين عندنا مين؟ شونغ إكس بونغ. أكثر واحد غبني يا جماعة الخير. كان تعبان وأقول بسم الله عليك يلا روديك مستشفى خذ علاجك. أعداني وتشافى وسافر وخلاني. خلوا هذا قهرني كنت أبت بتويتش. قال رايد شوف المقطع هذا. تخيلوا عندي كم؟ عندي 2001. تدور فلوس ها؟ كيف أقول لكم؟ شوف رايد شوف الاجواء وشوف المجيء شوف الاشياء تدفع النفس. شوف هناك واحد بنسلح اللهم لك الحمد قاعد تلف. وشوف المقطع هم يطقطقون علي. جه دوري ياخذ حقي. حط الكاميرا هناك. ودي الكاميرا هناك. اخ يا شونغ جا وقتي تكفى. ماخذ بسياته يرغبنا. بس والله ما خليك. هذا جوال هذا مدري وشو. ريال يا احمد ريال. هدية جايتك يا احمد تستاهل يا بعد قلبي. رايد يستاهل وشو؟ رايد اكون صريح معك. في شيء ثمين في غرفة احمد انسى ياخذه. اصبر في عطر. يا ساتر رايد. اصبر هذا مغطيه. وش اللبس مغطيه؟ هذا اللي تكون السعر 5000. هذه عطني لحظات. تقول لي استاذ احمد اشتريته ب 5000 الله يعافيك بس ان الله يكرمكم ويكرمك يا ابو شايع الجزمه ضيقه حقتك يعني ما لقيت الا اسبيريه يا ابو. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. لا تنسون اللايك والاشتراك ولا نقول لكم مداعم. الى اللقاء في مقطع اخر من برنامج ميكو مليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.